السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمباراة اليوم يعني كنا عارفين المباراة تكون صعيبة للفريق اللي تيلعب من أجل فوز الدوري. فريق جيش الملكي يعني هو اللي كان عنده ضغوطات كبيرة اليوم باش يحقق ثلاث نقاط اللي تمكن ليه باش يفوز بالبطولة. احنا كان عندنا هدف هو فوز بالمباراة باش نبقاو من الأربعة الأوائل. هذا هو الأوبجيكتيف ديالنا اللي كان اليوم. لكن خدينا نقطة بصراحة يعني كنا نستحقوها أكثر. جاونا محاولات اللي كنا نسجلوا فيهم لكن كان تصدوا على المهاجمين. كذلك بالنسبة لفريق الجيش الملكي دار مباراة ممتازة. كان ينقصوا مستوى التسجيل لأنه المهاجم عنده كانوا يعني مسرعين بشكل كبير. عرفنا بأنه ممكن نقوموا يعني مباراة جيدة اليوم. علاش؟ لأنه الرجاء ديالنا كتلعب تحت الضغط رغم الجماهير الكبيرة اللي كانت اليوم لفريق الجيش الملكي. كنا نتمنى أننا ننتصر اليوم لكن التعادل حتى هو ماشي خايب. الفريق اللي يعتبر يعني من أحسن الفرق هذه السنة هذه. إن شاء الله المباراة الأخيرة نخوضوها بجدية كذلك ونحاول ننتصر فيها باش نكملوا الدور يعني على أحسن ما يرام. نستعدوا للي يجي إن شاء الله. صحيح كما قلت الأوبجيكتيف ديالنا هو نكملوا البطولة على أحسن ما يرام. الرجاء دائما تتلعب على انتصار ما ترجعوش للوراء. يعني خصوصا يعني مباراة اليوم كان فيها شوية ديال القيل والقال لكن حنا جينا باش نلعبوا الكرة من أجل الكرة وسمعة الرجاء هي فوق كل اعتبار. صحيح يعني مباراة القادمة للفريق الجيش الملكي كتكون صعيبة في حد طنجة باش يفوز بالاخر خصو يفوز بثلاث نقاط. حنا كما قلت لك حنايا نكملوا الدوري على أحسن ما يرام باش نستعدوا لكأس العرش ممكن يكون في الأسبوع الأول من شهر 7. كذلك كأس البطولة العربية اللي غتكون في آخر الشهر الجاي. هذا هو الهدف ديالنا بحكم أن تغيرت مجموعة من الأشياء في داخل فريق الرجاء. غيابات كذلك ما نساوش اللي كانت اليوم لكن الحمد لله عندنا مجموعة متكاملة. مجموعة يعني النيفو ديالها يعني متقارب ما كاينش فرق بين الأساسيين وكذلك الاحتياط. حاولنا نجيرو المباراة كما يلزم. في لاعبين عندهم مدة ما لعبوش دخلناهم يعني في الشوط الثاني كانوا في المستوى. كما قلت لك إن شاء الله الرجاء يعني في توب جديد إن شاء الله ساهم قبيلة تكون مجموعة من التغييرات باش ترجع الفريق للألقاب إن شاء الله. هشام أبو شروال مدرب فريق الرجاء الرياضي شكرا جزيلا على هذه التوضيحات.